طريق غزة لا تمر بستاربكس أو ماكدونالدز. يصعب تعداد الأدمغة الفلسطينية التي بثت الدم العلمي والفكري في عروق الجامعة الأمريكية في بيروت التي تعرض فيها مسؤولون أكاديميون للخطف والتي تعرضت مبانيها للتفجير في أكثر من محطة في الحرب اللبنانية، ومع ذلك بقيت ثابتة وصامدة في موقعها. من يحاول اليوم ضرب الجامعة الأمريكية في بيروت؟ هل هي مصادفة وعفوية؟ أعمال الشغب والتكسير على مداخلها؟ هل يعرف المشاغبون والمخربون ومن وراءهم ماذا يعني ضرب الجامعة الأمريكية؟ هل يريدون تحويل بيروت إلى قندهار؟ إذا لم يتبرأ من يقفون وراء أولئك الذين قاموا بأعمال شغب وتكسير على مدخل الجامعة الأمريكية، فهذا يعني أن التحرك أبعد من فشة خلق. وما يقال عن الجامعة الأمريكية في بيروت يقال عن مقاهي ستاربكس في بيروت وصيدا. هل يعرف الذين هاجموا تلك المقاهي أن مالكها عربي؟ تناصر بلاده القضية الفلسطينية بالمال وفي المحافل الدولية أكثر من الفلسطينيين أنفسهم؟ هل الذين هاجموا مقاهي ستاربكس يشاهدون الطلاب الذين يجلسون في تلك المقاهي ولابتوباتهم أمامهم حيث ينجزون دروسهم ومشاريعهم الجامعية؟ حتى هذه الأمكنة التي تشكل متنفسا للطلاب يريد الغوغائيون أن يقفلوها؟ والأعمال التخريبية بين الضبي ومفرق عوكر هل توصل إلى غزة؟ إحراق غاليري ومحاولة إحراق لمول، ما المغزى منها؟ التحقيقات لدى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بدأت، وهناك خيوط ظهرت وأسماء جرى تعقبها لتوقيفها، ولا سيما الذين أحرقوا غاليري الحاج عند مفترق عوكر والذين حطموا الزجاج والأبواب في ستاربكس. تركز التحقيقات على ما إذا كان ما حصل عملا فرديا أو أن الذين قاموا به مدفوعون من جهات لها مصلحة في توتير الأجواء وأحداث عمليات شغب وفوضى تستفيد منها تلك الجهات لخلق بيئة تسهل القيام بأي شيء. احتمالات العمل الفردي والعمل المخطط له تكاد وفق التحقيقات أن تكون متساوية. ويقول مرجع أمني حين تنتهي التحقيقات ستعلن، لأنه لا يجوز أن تبقى تلك الأعمال تحت جنح الغموض، لأن الغموض في تلك الحال يؤدي إلى مزيد من فقدان الثقة وبما تبقى منها في هذا البلد. أهمية بيروت في تنوعها، وهذا التنوع تفتقده أكثر من عاصمة ومدينة، وبالتأكيد كانوا يصفقون في تل أبيب حين رأوا مشاهد الشغب أمام الجامعة الأمريكية في بيروت وأمام مقاهي ستاربكس ومطاعم ماكدونالدز. وهل هناك خدمة تقدم للإسرائيلي أكثر من هذه الخدمة؟ على التحقيقات ألا تخفل هذه النقطة.